بعد ما رجع على عدد الإصابات بكورونا، انطرح سؤال وين مراكز الحجر والعزل اللي حطتهم الدولة أو الأحزاب. من يومين نقل فريق من الصليب الأحمر اللبناني 131 شخص مصابين بكورونا من منطقة رومية لمبنى مخصص للحجر بمنطقة الكارانتينا، فكم موقع جاهز للعزل. بالأرقام، مراكز العزل اللي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا هن 44، وفي 10 مراكز معتمدة للنازحين واللاجئين. هيدي المراكز فيها تستقبل الأشخاص المصابين بكورونا اللي ما بيحتاجوا للعلاج بالمستشفى لأنه عوارضهم خفيفة، أو اللي ما عندهم عوارض، أو اللي ما قادرين يحجروا حالهم ببيوتهم لأن ما عندهم غرفة خاصة. إلا أنه بتاريخ 15/6/2020 اختارت اللجنة 18 مركز للحجر الصحي من أصل 22 موزعين بمختلف المناطق اللبنانية. أما بتاريخ 14/7 يعني مبارح، فأوصت وزارة الداخلية والبلديات تكليف اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات أنه تتابع تجهيز مراكز الحجر المعتمدة بمختلف المحافظات، وهن 8: المرآب ببيروت، المستشفى اللبناني الكندي جبل لبنان، أوتيل سبق جبل لبنان، مبنى سان أنطوان عمشيت، الكورة ريزيدنس بالكورة، مدرسة مجد العنجر بمجد العنجر، ومركز تل حياة بعكار، ومركز سبلين. هيدا بما خص الدولة. فشو بخصوص الأحزاب اللي قالت إنها جهزت مراكز حجر؟ التيار الوطني الحر فات على خط كورونا. نعلن نحن اليوم عن تشكيل لجنة طوارئ للكورونا بقلب التيار، المساهمة بتخصيص أماكن مجهزة وفنادق لاستقبال المصابين عند تخطي قدرة استيعاب المستشفيات. وكمان بلشنا بتأمين هيدا الشيء وأمننا أوتيل بأحد المناطق. بآخر أرقام بتعود لشهر 14 نيسان لحد أيار، التيار الوطني الحر كان مجهز 460 أوضة للحجر أو العزل موزعة على 38 مكان أو مبنى بالمحافظات، ومقسمين على 3 فئات: منا جاهزة، منا سهل للتجهيز، والقسم الثالث بده تجهيز. وبعد عودة البلد للشغل وفتح الأوتيلات، هلأ التيار بصدد إعادة الاتصال بأصحاب هالمواقع لمعرفة مين شاغر. فمثلا في 3 أوتيلات من هالليستا رجعوا يشتغلوا وما عاد فيهم يكونوا مراكز للحجر. هلا يلي صار هلا انه في بعض المجمعات السياحيه والفنادق رجعت فتحت بحكم يعني خفت الموجه اول فتره من حزيران او ايار وبالجي، فهودي ما بقى كلهم مثل ما بيقولوا افيلبل لانه يعني رجعوا لحياتهم الطبيعيه. بس نحن بنفس الوقت كان عندنا مجموعه ابنيه وشقق ومحلات اللي هي اصلا منا منتجعات بالضروره او فنادق، يعني هي اصلا كانت او شاغره لانه مثلا مبنى معمر ومنه مفروش منه مأجر، او مستشفى قديم منه بقى شغال، او شقه في ناس عرضوا علينا مثلا شقة 3 طوابق أو فيلا وقدرنا أصلنا فيها الغرف بقى. نجم كشفت لتلفزيون نشرة أنه عدد قليل لجأ لهالمراكز ما تعدى 15 أو 20 شخص لأنه الناس ما طلبت، والباب مفتوح قدامهم للي بيتصل بالتيار واللي بحاجة لعزل، بس أكيد عدد المراكز صار أقل. حزب الله كمان جهز مراكز، فأعلن رئيس المجلس التنفيذي فيه السيد هاشم صف الدين عن خطة لمكافحة كورونا تضمن التجهيز 32 مركز طب احتياطي لمواجهة كورونا بكل المناطق اللبنانية. هالمراكز أبواب فاتحة بحسب معالم تلفزيون نشرة، رغم تعذر التواصل مع أحد المسؤولين للحصول على تفاصيل إضافية. حركة أمل، وبحسب رئيس الهيئة التنفيذية فيها مصطفى الفعاني، عدد المراكز اللي أنشأتها للحجر الصحي 30. مصادر صحية بحركة أمل أكدت لتلفزيون نشرة أنه 30 مركز بعدهم موجودين ومنتشرين بالكرة مع أطباء وممرضين ومع المواد الطبية اللازمة، بس هن بحاجة لدعم من الوزارات المعنية والمجتمع المدني. المراكز مركزة أكثر بالجنوب والبقاع، أما ببيروت ففي صعوبة أنه يتقبل الناس يكون في مركز حجر حد نتيجة الاكتظاظ، بس
أنشأت الحركة مخيم صحي بالشياح بيستقبل حالات وبيعملوا فيه فحص البي سي آر. وعن العدد اللي صار لاجئ لهالمراكز بتقول مصادر أمل أنه من نحو شهر لهلأ صار حاجر حاله أكثر من 180 شخص، وحالياً موجود 40 شخص منهم عاملين لقلن حجر ذاتي لأنهم إجوا من السفر. بالمحصلة ولو سبق وقل عدد المصابين بكورونا لابد أنه تتجهز مراكز العزل والحجر، لأنه لليوم ما في لقاح رسمي لهالفيروس وكل السيناريوهات متاحة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.